نفذت منظمة وسام للحقوق والتنمية وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان برنامجا تدريبيا ل30 مشاركة من منظمة المجتمع المدني في سبيل تعزيز القدرات. انتهاكات وجرائم فظيعة لحقوق الإنسان يرتكبها تحالف العدوان السعودي في عدوانه على الشعب اليمني الذي دخل عامه الثالث، ما استوجب على المنظمات الحقوقية تنفيذ برنامج تدريبي لتوسيع دائرة المعرفة بحقوق الإنسان أثناء الطوارئ والنزاعات المسلحة في دورة تدريبية لمنظمة سام للحقوق والتنمية. الهدف من البرنامج حبينا احنا نعزز من هذه قدرات المنظمات الحقوقيه، لانه في عندنا منظمات كثيره لكنها لا زالت تفتقر الى العديد من المعلومات والمهارات اللي لازم انها تشتغل عليها، واحنا عارفين مدى حساسيه واهميه بند زي هذا وهو اللي يتسمى حقوق انسان، ما هي حقوق الانسان؟ ما هي المعايير الدوليه لحقوق الانسان؟ وفي هذا المشروع نستهدف 30 منظمه و30 قيادي صانع قرار في اطار هذه المنظمات. أولا لاستيعاب وتوسيع دائرة الفهم حول منظومة حقوق الإنسان الدولية، ومن ثم كيف يستطيع هؤلاء أن يقوموا بتوعية الآخرين وأوساط المجتمع بكافة فئاته حول حقوق الإنسان، ومن ثم كيف نستطيع العمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وكيفية إعداد التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان. 30 مشاركا ومشاركة يمثلون منظمات عديدة بهدف إيصال صوت المواطن إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ممثلة بالأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ونشر الثقافة الحقوقية وتوظيفها لخدمة قضايا المجتمع. منظمة المجتمع المدني لها دور جدا فاعل ويجب أن تركز دورها في الفترة الحالية على توصيل مظلومية ما نعاني منه في اليمن إلى الخارج. هذا البرنامج سيعزز أكثر دور منظمات المجتمع المدني في مجال عملها على أرض الواقع. سيتم إعداد فريق وطني في مجال إعداد تقارير الظل لانتهاكات حقوق الإنسان على مدى 5 أيام. سنتعرف فيها أكثر على البروتوكولات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال. لا يزال أبناء اليمن ينتظرون دورا ملموسا من المنظمات المحلية والدولية للإسهام الفاعل في انتشال اليمن من الأوضاع التي يعيشها نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي فاقم معاناة المواطنين وعزز فرص انتشار الأوبئة والأمراض التي باتت تهدد حياة الملايين. محمد العنتري، اليمن اليوم. وفي هذا التقرير الدفعة التاسعة